إسرائيل أدخلت قطاع غزة في مرحلة جديدة من الحرب التي تشنها على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك من خلال استخدام قنابل خارقة خطيرة للغاية. وطبعا هذا كله أصبح واضحا للغاية عن طريق الأوساط العبرية مثل قناة N12 العبرية، بالإضافة إلى المزيد من التفاصيل التي نشرت من قبل إسرائيل رادار حول هذه المسألة تحديدا. وطبعا الحديث عن الانفجارات التي شهدناها في اليومين الماضيين التي جاءت طبعا على مدينة غزة بهذا الشكل الكبير، ضربات عنيفة للغاية. المواطنين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة كانوا قد تحدثوا بشكل واضح بأن القنابل زلزالية، قنابل ارتجاجية تقوم بعملية ارتجاجات خطيرة للغاية عندما تنفجر، وبالتالي أطلقوا عليها اسم القنابل الزلزالية. ولكن في حقيقة الأمر هذه الأوساط الإسرائيلية قالت بأن القنابل التي تستخدمها إسرائيل وسلاح الجو الإسرائيلي هي قنابل مخترق القبو، ولكن لم يوضحوا أي نوع من أنواع قنابل مخترق القبو التي يقومون باستخدامها. ونتحدث هنا عن قنابل طبعا البانكر باستر، وطبعا الجانب الإسرائيلي يستخدم هذه القنابل عبر الطائرات، تطلق من الطائرات مباشرة. وهذه القنابل ببساطة هدفها وطريقة عملها هي أنها تخترق الأرض لعشرات الأمتار لتستهدف المنشآت التي تأتي تحت الأرض، وبعد ذلك تنفجر مباشرة داخل الأرض، وعند انفجارها تتسبب بعملية هزة في المنطقة، وبالتالي تبدو وكأنها قنابل زلزالية كما أطلق عليها طبعا المواطنين الفلسطينيين الذين يتواجدون طبعا في قطاع غزة ويواجهون هذه القنابل الخطيرة للغاية. والهدف الأساسي بالنسبة للجانب الإسرائيلي من هذه الاستهدافات هو استهداف بطبيعة الحال الأنفاق التي تتواجد فيها طبعا حركة حماس، والتي طبعا تعتبر وتعتمد على هذه الأنفاق بشكل استراتيجي كبير في مواجهة الجيش الإسرائيلي، وخاصة أنها تهيئ للهجوم الإسرائيلي القادم البري القادم طبعا على قطاع غزة. وبالتالي الآن بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد أن قاموا بتسطيح مربعات سكنية كاملة تحديدا في مدينة غزة في شمال قطاع غزة، الآن بدأوا باستخدام هذه القنابل لاستهداف طبعا هذه الأنفاق. ولكن هي ليست فقط لتدمير الأنفاق، وإنما الاستهدافات تذهب إلى أبعد من ذلك. فهذه الأنفاق في طبيعة الحال هي بحاجة للطاقة الكهربائية، وبحاجة بعد ذلك طبعا إلى الهواء أو إلى الأكسجين. وبالنسبة للطاقة الكهربائية طبعا هي تأتي من المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها هذه الأنفاق، وطبعا المولدات الكهربائية هي إحدى الأهداف الأساسية لضربات هذه القنابل، لتجد مواقع المولدات الكهربائية تحرم الأنفاق طبعا من الكهرباء، وبالتالي لن يكون هنالك أكسجين، وبالتالي الفصائل الفلسطينية وحركة حماس مضطرة أن تخرج من هذه الأنفاق لتصبح هدفا سهلا للجانب الإسرائيلي، وبالتالي يحد الجانب الإسرائيلي من خطورة هذه الأنفاق أو شبكة الأنفاق المعقدة في داخل قطاع غزة. وفي نفس الوقت أيضا هم يعملون على مسألة شحة الوقود أو الضغط على الوقود، فهذه المولدات الكهرباء أيضا تعمل بوقود الديزل، وبحسب الوالا نيوز الإسرائيلية قالت بسبب العقوبات والحصار الذي فرضه الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة، واحدة من الأمور التي قطعوها هي الوقود، لأنهم يعلمون بأن من دون وقود فأن هذه المولدات الكهربائية لن تعمل، وبالنتيجة طبعا لا كهرباء، وهذه الأنفاق في مستوى أو تصبح في نقطة ضعف كبيرة للغاية. ولكن حركة حماس حسبت لهذه المسألة حسابات عديدة، هي حسبت هذا الحصار وحسبت بأن الأنفاق ممكن أن تستهدف، وممكن المولدات الكهربائية أن تستهدف أو تعطل أو غيرها من هذه الأمور، وبالتالي هي أيضا تعتمد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس على اللوائح أو لوائح طبعا الطاقة الشمسية، وهذا أمر صعب على الجانب الإسرائيلي معرفته من أين ممكن أن يكون وأين ممكن أن يوضع. بالنسبة للجانب طبعا لحركة حماس، فحركة حماس لا تضع هذه اللوائح الشمسية أو خاصة بالطاقة الشمسية على أسطح المباني أو واضحة كما هو الحال على المستوى المدني كما نراه نحن المدنيين طبعا، وبالتالي لهم طرقهم أو الطرق الخاصة بهم لإخفاء طبعا هذه الألواح الخاصة طبعا بالطاقة الشمسية. ولكن بحسب المصادر العبرية التي رأينا
بينها مثل قناة أن 12. العبرية أكدت بأن إسرائيل تعمل على هذه المسألة لإنهاء قضية الطاقة البديلة التي ممكن أن تكون بديلة لمسألة الطاقة، بالتالي الاستهداف يأتي على الطاقة، على الأنفاق، على كذلك مسألة لوائح الطاقة الشمسية في محاولة لإضعاف حماس بعد مسألة ضرب طبعا البنى التحتية الخاصة بهم والمباني، وبالتالي حتى مسألة حرب الشوارع أو القناصة إن ما سطحوا الأرض ستصبح مسألة الدفاع عن المدينة صعبة وصعبة للغاية، ولن يتبقى إلا عبارة عن جيوب للمقاومة الخاصة بالفصائل الفلسطينية، وهذا ما يجعل الأمر أقل خطورة على الجانب طبعا الإسرائيلي. والضربات تركزت بالنسبة للجانب الإسرائيلي في اليومين الماضيين باستخدام هذه القنابل، القنابل المخترقة القبو على طبعا مدينة غزة كما تحدثنا، على حي الزيتون، حي جباليا، وكذلك كانت هنالك ضربات أيضا على دير البلح تحديدا، وأيضا كانت هنالك وكان هنالك استهدافا إلى شرق خان يونس في طبعا بالقرب من بني سهيلة، وأيضا هنالك استهداف على رفح أيضا في نفس الوقت بنفس هذه القنابل، وبالتالي هنالك كثير من شهود العيان على طبيعة أن هذه القنابل بدأت تستخدم وبشكل مكثف الآن من الجانب الإسرائيلي في مرحلة لتدمير الأنفاق للبدء بعملية التقدم. وما هو مثير للجدل هنا بأن البي بي سي البريطانية كانت قد نشرت مؤخرا المخطط الخاص بالأنفاق الخاصة بحركة حماس، مما وصل لهم على ما يبدو من التقديرات طبعا الخاصة بالاستخبارات الإسرائيلية تحديدا، ونشروا هذه الصورة. وكما نلاحظ إذا ما ذهبنا طبعا إلى مدينة غزة التي تحدثنا عنها، فواضح أن حركة حماس يعني عملت عملا كبيرا للغاية على مستوى حفر هذه الأنفاق، كما ترون بأن هنالك أنفاقا إلى الغرب وأنفاقا كذلك إلى الشرق، شبكة معقدة للغاية. الأنفاق أيضا هي تأتي لتحقق طبعا عامل المباغتة وعامل المفاجئة لأي طرف يحاول أن يتسلل من البحر المتوسط، وأيضا في نفس الوقت هي تحمي المنطقة الشمالية، وكذلك هنا حماية للمنطقة الشمالية، وخط آخر من الأنفاق أيضا يشكل عامل مفاجأة في حالة أن الجانب الإسرائيلي اتخذ قرارا بعملية التقدم، فإنه سيتفاجأ بالكثير والكثير. حرب مدن وحرب أنفاق صعبة للغاية على الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الجانب الإسرائيلي لذلك يضرب هذه المنطقة بشكل طبعا جنوني بضرب كبير للغاية، يعني المباني يسوونها مع الأرض، وكذلك يضربون الأنفاق بشكل كبير الآن لكي يخففوا من طبيعة الخسائر المتوقعة التي سيتعرضون لها من قبل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتمرسة بشكل كبير في الحرب، طبعا الحرب حرب العصابات أو حرب المدن التي تجيدها بشكل عال. وأيضا كما نلاحظ بأن هنالك مجموعة أنفاق هنا بجانب دير البلح التي تحمي طبعا دير البلح كما هو واضح، وأيضا إذا ما عدنا إلى نفس الصورة مرة أخرى فسنلاحظ أيضا باتجاه خان يونس إلى شرق خان يونس، هنا شرق خان يونس وكذلك جنوب خان يونس، ستلاحظ بأن هنالك مجموعة مكثفة من الأنفاق، والضربة التي جاءت من الجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها قبل قليل إلى شرق خان يونس هي مقصودة، لأن الجانب الإسرائيلي مؤخرا قام بعملية اختراق مثيرة للغاية بقوة صغيرة من أجل جس النبض أو استطلاع القوة للدفاعات الموجودة في قطاع غزة في هذه المنطقة، من أجل طبعا التمهيد للسيطرة على الطرق وقطع الطريق تماما وعزل المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطية عن المنطقة الجنوبية لكي يستطيعون من السيطرة عليها، وبعد ذلك يفكرون ما الذي سيفعلون أو ما الذي سيقومون به أو سيقوموا به. وعلى هذا الأساس قاموا بهذا الاختراق، ولكن تفاجؤوا بأن حركة حماس كانت حاضرة في عملية التصدي وتصدت لهم وأحرقت جرافتين، وقامت بأيضا تدمير دبابة إسرائيلية من نوع مركابة، قتل جندي إسرائيلي وجرح ثلاثة، وسحب الإسرائيليون، وبالتالي بدأوا يضربون هذه المنطقة بقنابل مخترق القبو، على ما يبدو بأنهم لاحظوا بأنهم بحاجة لفعل شيء تجاه هذه المسألة، وطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من قنابل مخترق القبو، طبعا البنكر باستر لاستخدامها، وأيضا سيتحصلون على قنابل المتقدمة كما تتحدث هذه المصادر لتستخدم لتدمير هذه الأنفاق. بالتالي المعركة طويلة وصعبة للغاية، ولكن يبدو بأن إسرائيل شيئا فشيئا تقترب من موعد الاقتحام البري الذي ممكن أن يأتي بأي لحظة أو في أي لحظة من أجل اقتحام قطاع غزة. مع ذلك هنالك ثمن أن بدأت إسرائيل باقتحام قطاع غزة، ليس فقط المقاومة القوية المتوقعة
من حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي؟ لا أبدا، بل إن هنالك تهديدا واضحا من الجانب الإيراني صدر من قبل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، الذي قال مؤخرا في حال ارتكبت إسرائيل خطأ شن هجوم بري على غزة ستتورط في مستنقع لا يمكنها التخلص منه. لا بل إن هنالك تفاصيل مثيرة ومعلومات مثيرة نشرت من قبل CNN، معلومات استخبارية عن مسؤولين أمريكيين قالوا ببساطة بأن إيران الآن تخطط التصعيد بشكل كبير عن طريق فصائلها المسلحة الموجودة في المنطقة باتجاه القوات الأمريكية وكذلك باتجاه إسرائيل، في حالة أن إسرائيل بدأت بهجومها البري على قطاع غزة. والتصعيد الآن هو واضح من الفصائل المسلحة الموجودة في العراق تجاه القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشاري التحالف الدولي وكذلك القواعد الأمريكية الموجودة على مستوى الداخل السوري. وكان هنالك اتصالا يوم أمس أجراه طبعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني، وصدر بيان حول هذه المسألة. والعراق قال ببساطة بأننا ملتزمون في حماية مستشاري التحالف الدولي الموجودين في القواعد العراقية الموجودة في العراق. ولكن بعد الاتصال مباشرة جاء هجوم من قبل الفصائل المسلحة على 3 قواعد أمريكية موجودة في الداخل السوري، والفصائل العراقية هي التي كانت خلف هذه الضربات والهجمات. الهجمات كانت على قاعدة الشدادي، على قاعدة حقل العمر النفطي شرق نهر الفرات، وأيضا على قاعدة التنف. وطبعا الهجوم الذي جاء على الشدادي تحديدا، جغرافيا لا يبدو بأن الفصائل من الممكن أن تقوم بهذا الهجوم إلا أن كان قادما من سنجار أو من جبل سنجار مباشرة على هذه المنطقة. ونعرف بأن الفصائل المسلحة العراقية دائما ما تعمل وهي نشطة من الداخل العراقي إلى الداخل السوري، ويتواجدون في الميادين، وبالتالي الاستهداف على حقل العمر النفطي لن يكون بعيدا جدا على الميادين. وأيضا في نفس الوقت بالنسبة لقاعدة التنف، سبق للفصائل المسلحة أن استهدفت طبعا هذه القاعدة من الداخل العراقي بالطائرات المسيرة، وهذا طبعا ما حدث بالفعل. وأيضا قبل ما يقارب الساعتين من الآن ونحن نتحدث، كان هنالك هجوما على قاعدة عين الأسد أيضا الموجودة في محافظة الأنبار بالصواريخ، وطبعا صواريخ الجراد 122 ملم. الهجمات مستمرة على القوات الأمريكية وعلى المستشارين الأمريكيين الموجودين في المنطقة. وطبعا الفصائل العراقية تبنت بشكل رسمي الهجوم الذي جاء على قاعدة حقل العمر النفطي وعلى الشدادي. وطبعا هذه قضية مثيرة، الفصائل العراقية تتبنى كل هذه الهجمات، ومتوقع أن يكون التصعيد أكبر وأكبر في الفترة القادمة. وبعد الهجوم الذي تحدثنا عنه هنا مباشرة ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يقطع الخطاب الخاص به بهذا الشكل، وقال بأن هنالك أمر يجب أن أذهب إليه ويجب أن أقطع هذا الخطاب، واتجه طبعا لما كان يبدو بأن هنالك ضربة أمريكية قادمة على الأراضي العراقية بسبب هذه التحركات. طبيعة رسم السيناريو الذي نراه، اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي، جاء الضربات، بعدها قطع الرئيس الأمريكي اتصاله، أصبحت الأجواء العراقية مرتبكة. وحتى أن باباك على موقع إكس كان قد نشر تفصيلا مهما للغاية طبعا قادما من البنتاغون، وكان قد ذكر بأن هنالك تحضيرا أمريكيا لتوجيه ضربة قوية على الفصائل المسلحة بعد الهجوم الذي جاء على 3 قواعد أمريكية الموجودة طبعا في سوريا على مستوى الشدادي والتنف وحقل العمر النفطي، وهم يعدون لعملية الاستهداف. وكما نلاحظ التحركات الأمريكية لا زالت مستمرة في منطقة الشرق الأوسط. USS توماس هادنر قد دخلت من قناة السويس كما نلاحظ هنا بهذه الطريقة، وبأنها تتقدم إلى البحر الأحمر لتتواجد أيضا مع USS كارني للاستعداد في حالة كان هنالك أي هجوم قادم من جماعة الحوثي مباشرة على الداخل الإسرائيلي أو على السفن الإسرائيلية. وأيضا هي قد تدلل بأن حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور قد أصبحت الآن في البحر الأحمر، وأصبحت قريبة من الوصول إلى بحر العرب أو خليج عمان. وبالتالي ها نحن أمام تطورات كبيرة للغاية في حرب قطاع غزة، استخدام كبير جدا للأسلحة من الجانب الإسرائيلي، والجميع يترقب كيف من الممكن أن تتطور هذه الأمور إن ما بدأت إسرائيل بعملياتها البرية.